عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. تواصل مستمر مشاهدينا متابعينا الكرام. نسير مع البداية الأولى جواهر وسهيل أبو علي المزروعي مع المركز الأول يقدم لنا جواهر مع البداية والصدارة بينما أفراح أحمد بن محمد بن سعيد هناك ينطلق مع ثاني المراكز بينما ثالث المراكز وثالث التحديات أيضا تتواصل هناك مثيرة حزاع بن غلام البلوشي أيضا يقدم لنا مثيرة مع هذا الانطلاق المتميز بينما الوصول والقدوم مع رابع المراكز هناك من وصلت في هذه اللحظات ضباء محمد بن مبارك الراشدي هناك بن ضحيوة أيضا يتواصل في هذه اللحظات بشعار بمنصور بينما الوصول مع أيضا الشاهنية لنايب بن محمد بن روية الأخيري مع رابع المراكز ورابع التحديات المتميزة هناك مع خامس المراكز سادس المراكز والوصول في هذه اللحظات مع النصيبة خميس بن عيسى بن روية الأخيري. ما شاء الله ستة أسماء متقدمة ستة أسماء رائعة وجميلة هنا في هذه اللحظات. نعود إلى المركز الأول نعود إلى صدارة وإلى المقدمة الأولى. ما شاء الله الله ركز يا سعيد يا تايسون أحد المشاهير المتميزين. يا سلام يقدم لنا أيضا أفراح ونحن دائما في أفراح في دار أبناء زايد اللهم احفظها بالأمن والأمان يا رب العالمين. يا سلام يا سلام أفراح تتقدم مع المركز الأول بينما سهيل أبو علي المزروعي يا سلام ينطلق مع المركز الثاني مع جواهر وسهيل أبو علي المزروعي ينطلق مع ثاني المراكز بينما ثالث التحديات وثالث الانطلاقات المتميزة هناك مثير هزاع بغلاب موسى البلوشي أيضا مع ثالث المراكز رابع المراكز والوصول مع ضبا محمد بن مبارك بن سعيد الراشدي أيضا ينطلق مع المركز الرابع خامس المراكز هناك شانية نايب بن محمد بن روية الأخيلي يتقدم مع المركز الخامس في هذه اللحظات الجميلة مع خامس المراكز سادس التحديات أيضا والوصول هنا مع سادس المراكز وصل شعار بروية مع
الخصيبة، شعار الذي تألق في هذا الصباح المتميز. هناك أيضا معانق الطين في هذا الصباح بالروية بخميس، أيضا شعار رائع وجميل. الله، هذا الانطلاق المتميز ما شاء الله. 2.5 كيلو ما تبقى من عمر هذا الشوط، انتصفت المسافة، انتصفت التحدي والانطلاق المتميز. لا زالت أفراح مع المركز الأول، أفراح مع الصدارة والبداية. أحمد بن محمد بن سعيد هناك ينطلق مع البداية والصدارة، بينما المركز الثاني جواهر وسهيل بو علي المزروعي هناك ينطلق مع المركز الثاني. يا سلام، ثاني المراكز، ثالث المراكز وثالث التحديات، أيضا الوصول والقدوم هناك أيضا مع هذا الانطلاق المتميز ما شاء الله. شوف هناك الشهرية نايب بن محمد بروية الأخيري مع ثالث المراكز، رابع المراكز هناك نداء أيضا تتقدم مع رابع المراكز ضبع محمد بن مبارك بن سعيد الراشدي أيضا ينطلق في هذه اللحظات الجميلة، لحظات المتميزة. يا سلام يا سلام، الله، وين المركز الخامس؟ نعود إلى خامس المراكز، هناك الوصول مع مثيرة زعبن غلاب وموسى البلوشي، ولكن لنا عودة إلى الصدارة. خلاص قدمنا يا أحمد، خلنا نشوف هناك البداية الأولى والمقدمة. يا سلام، طار الإذاعة المهجنات، طار الإذاعة المهجنات الأصايل ما شاء الله وتبارك الله. إلى وين الناموس؟ إلى وين الناموس؟ إلى وين التحدي؟ غير بالروية من الجانب الآخر، نايب بن محمد بالروية الأخير يغير مع شانية هناك بهذا الاندفاع المتميز، الاندفاع الجميل والرائع هناك مع البداية والصدارة الأولى، بينما ضبا مع المركز الثاني هناك مع ابن ضحيوة. يا سلام، أبناء أبو سمرة وأبناء رماح أيضا، السهيل أبو علي المزروعي مع ثالث المراكز، أبناء بورصة الميادين ميدان ملاقط أيضا قادمين مع رابع المراكز. يا سلام، لمن التحدي؟ لمن الانتصار؟ لمن الفوز؟ يا سلام، ما بين ضبا وما بين الشاهنية. الله، يا هذا الانطلاق، انطلاق جميل، انطلاق رائع متميز هناك بهذه اللحظات المثيرة، لحظات متميزة هناك مع هذا الانطلاق المتميز ما شاء الله. شوف ضبا تتقدم مع المركز الأول مع الصدارة والمقدمة محمد بن مبارك بن سعيد الراشدي، غيرت إلى المركز الأول 1200 يا بروية ويا بن ضحيوة، بينما سهيل بو علي المزروعي يقدم لنا جواهر مع المركز الثالث. يا سلام، ثالث التحديات وثالث الانطلاق الانطلاقات المتميزة. يا سلام، الله، يا الكيلو والمتر الخطير، الكيلو الخطير هناك. ضبع حرك ابو منصور، حرك ابو منصور، ضبع انطلق مع الصدارة، انطلق مع البداية الأولى. يا سلام، مع هذا التحدي المتميز، التحدي الجميل. يا سلام، أبناء أبو سمرة وأبناء أرماح الغادمين، غادمين غادمين غادمين. يا سلام، معها الشاهنية نايب بن محمد بروية الأخيري أيضا مع المركز الثاني، ولكن ضبا مع المركز الأول. يا سلام، لمن الانتصار؟ لمن التحدي والانطلاق الجميل؟ لمن هذا الفوز والانتصار؟ أول أشواط الإذاعة المهجنات الأصايل، إلى وين السلامات؟ إلى وين التحديات الرائعة؟ يا سلام، ما شاء الله، تحدي هناك، تحدي ما بين اثنين، أبناء أرماح وأبناء أبو سمرة، أبناء أرماح وأبناء أبو سمرة. يا سلام، ما شاء الله، انطلاق متميز، انطلاق رائع هناك ما بين ضبا وما بين الشاهنية. يا سلام يا سلام، يا التحدي الرائع والجميل. ضبا انطلقت مع الصدارة بن ضحيوة وبالروية يحاول كل المحاولات. يا سلام يا سلام، لمن الانتصار؟ لمن الانطلاق المتميز؟ يا سلام، الله، الشاهنية طارت مع المركز الأول، طارت مع الصدارة الأولى، طارت مع البداية. سلام أبو محمد، سلام إلى نائب محمد بروية الأخير على هذا الفوز والانتصار، لحظات الوصول. سلام يا رماح، سلام، بينما المركز الثاني والوصول مع أيضا متعب مبارك من جمع المغير الأخيري، بينما ثالث المراكز أيضا الوصول مع الذيبة فايز بن عمر بن سالم بن عمر أيضا مع المركز الثالث، رابع المراكز جواهر سهيل بو علي المزروعي، بينما خامس المراكز أيضا الوصول مع أفراح أحمد بن محمد سعيد، بينما النصيبة خميس بن عيسى بالروية على خيلي تهاني والفوز والمعروف.